الو، اليوم نسوي لكم شجر. طبعا مو شجر، كل سهله وبسيطه، صور تعجبكم. فانداخ ماركت كوجت، it is here simple and مارتلك يكون في النيوي لكر خاك بخينه. طبعا عندنا بصل عاوية، عندنا كوجيتا، عندنا شجر وحده كبت اين كوجيتا، لحم 200 غرام، فليش 200 غرام، زوت، ملح، سترون، شو اسمه حامض، معجون طماطم، طماطم صوص، اولي. اوكي، طريقة العمل. باي خام بخير. ثلاث قواشير دهن خدر، طبعا كامير وبندر تقدرون تحطون اكثر على حط البصل او يباي فوخة. الخلايا كفلاي شوك اللحمة المخلية، شكرا شكرا شكرا. وجدت باي فوخة خلي الشجر طماطم صوص باي فوخة أحط معجون طماطم اللي حامو شتون باي زود باي فوقه باتر باي فوخة خيرا مي كبت باي خدام فاندي شوش باي خدام اللافة ابدفوخ توت 15 منوت وجهت لها نخلي عدد حرارة متوسطة 15 دقيقة كملة اشوفكم توت ستراكس لا خفوخ. Dit is het einde van de video. Je ziet dat de lieve heer een beetje hetzelfde lekker vinden. Het ben net uit jouw netje. Kullus ta' matayib, kullus zeher. Ustelk op kanaatne. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Doei doei.